فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أردت شراء سيارة من شخص فقلت له: هل سيارتك فيها عيب؟ فقال لي: هي على الفحص، ولم يبين لي شيئا، فهل يعد فعله هذا من التدليس؟ إذا كان يعلم بها عيبا، إذا كان البائع يعلم أن بها عيبا وجحده، فالمشتري له الخيار. أما إذا كان ما يعلم أن فيها عيب وتبين عيب لم يعلم به، ولا يدرى هل حدث عند البائع ولا عند المشتري، فليس للمشتري شيء. نعم.